خلينا نطلع نشوف آخر حاجة معانا النهاردة دلوقتي، يعني صنع في الأهلي النهاردة هيكون معانا فيها، أو هي فقرة بنلقي فيها الضوء على نجوم النادي الأهلي ولاعبي في كل الألعاب. وما شاء الله الحقيقة جميع بيحقق بطولات رائعة في كافة الألعاب. النهاردة نجم صنع في الأهلي هيكون الكابتن عماد مراد، نجم وكابتن النادي الأهلي لكرة السلة السابق، وأيضا نجم منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة، بدءا من ناشئين الأهلي أو بدأ مع ناشئين الأهلي في 1974 و 1977 مع الدرجة الأولى، واعتزل 1992. حقق العديد من البطولات مع النادي الأهلي وكان كابتن الفريق لعدة سنوات، أيضا لعب مع منتخب مصر وحقق العديد من البطولات. تعالوا نطلع نشوف لقاء مع كابتن عادل مراد، ومن بعده فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر تحت أو 2008. نطلع نشوف تقرير صنع في الأهلي ونستقبل كابتن أحمد فوزي بعده. الاهلي هو النادي الاهلي، يعني انا حياتي كلها انا لعبت اكتر من 15 سنه درجه اولى غير وانا صغير في الناشئين. والله يعني ما عنديش حاجه اقولها غير الاهلي هو الاهلي صراحه، كل حاجه روح الفوز. يعني احنا عندنا المركز الثاني زي المركز العاشر، فعندنا روح القتاليه، روح الفوز عندنا هي الاساس. التعاون بينا وبين بعض طول عمرنا، يعني ما كانش في فارق عندنا مين اللي يلعب مين ما يلعبش، خمسه في الملعب في سبعه قاعدين بره، يعني مش فارق معاهم، المهم ان احنا نكسب تحت اي ظرف. وبيني وبينك يعني الاهلي علمنا كتير وهو خيره علينا، لولا الاهلي انا ما كنتش هبقى عماد مراد. الاهلي صاحب الفضل عليا بعد ربنا طبعا. انا بدات تحت 14 سنه، يعني حوالي 73، وكملت لغايه الحمد لله ما طلعت درجه اولى وانا تحت 20 سنه. طلعت درجه اولى في ماتش كاس، كان حد اتصاب طلعوني درجه اولى. الحمد لله من ساعه لما طلعت سنه 77 78 لغايه 92 وانا بلعب، طول الفتره دي الحمد لله يعني كسبت بطوله القاهره والجيزه اكتر من 6 سنوات، كسبنا كاس مصر مع الكابتن محمود احمد علي الله يرحمه، كسبت اول دوري وانا كابتن النادي الاهلي مع الكابتن طلعت جنيدي، وطبعا كان مجهود الدكتور عبد العزيز النمر الله يرحمه. وبعد كده لعبت منتخب مصر ولعبت منتخب جامعات، لعبت منتخب عسكري، لعبت منتخب شركات. الحمد لله يعني كانت ايام حلوه في النادي الاهلي، احلى ايام حياتنا. بقول لحضرتك هي بطوله الدوري وهي اعز بطوله، لانها كانت اول بطوله لينا دوري، احنا ما كناش خدنا دوري قبل كده، وانا كنت كابتن الفريق وحصل لي اصابه خفيفه كده في ظهري، فقالوا لي الدكتور اسمه الدكتور محمد رفعت ربنا يديله الصحه لو عاش ويرحمه لو توفى، فروحت عشان اشوف ظهري لان قدامنا حوالي شهر مثلا عشان نخش النهائيات، لقيت زحمه جدا، الدكتور ده ما ينفعش. قالوا لي كابتن بيبو كان متعالج عنده ساعه حصل له مشكله في وشه قبل كده، فقابلته بالصدف هنا داخل المعرض، قلت له يا كابتن بيبو انا عاوز اروح للدكتور محمد رفعت ومش عارف. قال لي يا كابتن عماد اديني رقم تليفونك، خد تليفوني كلمني بعديها بحوالي يوم، كلم في البيت عند والدتي الله يرحمها وقال لي يا كابتن عماد اطلع على الدكتور محمد رفعت، ولقيته هو دافع الكشف كمان. رحت انكشفت والراجل طمني، قال لي انت ما عندكش حاجه، انت هتعوم مثلا 20 30 عرض سباحه ظهرك بس عاوز يجمد شويه. والحمد لله لعبت الماتشات وكنت موفق وخدنا الدوري بفضل الله تعالى، لن انسى الدوري ده خالص يعني الحمد لله. كل الباسكت اللي كانوا نفس الجيل بتاعي، يعني السلعاوي نبيل خالد عبد الهادي الجزار مصطفى نصر هاني عبد المنعم، طبعا الجيل بتاعي عندنا احمد شوبير كان معايا يعني وفي الجيش كنا مع بعض في الجيش، فطبعا عشره عمري يعني، وفي ناس كتير قوي يعني من الباسكت يعني حبايبنا ومن الكوره ضياء السيد وبعض اللعيبه الكبار الحمد لله يعني يعني مش عارف افتكر، يعني من الطايره مثلا في محمد شعراوي، محمود فرج كابتن مصر والنادي الاهلي في الطايره،
في ناس كتار يعني جدا، بس مش هنقدر نفتكر كل الناس، بس احنا عشره قديمه. انا لعبت بس الاهلي حوالي 16 سنه درجه اولى، بس مش لاقي كلام اقوله غير دام لينا النادي الاهلي اللي هو خيره علينا وفضله علينا بعد ربنا. النادي الاهلي حاجه كبيره جدا جدا، الناس اللي عاشت في الاهلي تعرف يعني ايه النادي الاهلي. لولا النادي الاهلي ما كنتش انا، حتى ابني كان بيلعب هنا وبيلعب في المصريه اتصالات، كابتن مصريه اتصالات درجه اولى. الاهلي خيره علينا كلنا وعلى اولادي وعلى الحمد لله رب العالمين.